أهلا بيكو في محاضرة في الفيديو الثالث من محاضرة Instructor Development. في المحاضرة دي أنا بعتبرها الحقيقة تكملة، أو الفيديو ده بعتبره تكملة للفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه على النقط اللي المفروض يهتم بيها الانستراكتور بشكل عام في حياته وفي إمكانياته والقدرات اللي محتاج ينميها. في الفيديو ده هنتكلم على التايتل بشكل عام، حطينا تايتل بتاعت Strategies to Attain Excellence، لكن الحقيقة هي تكملة للي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيه، لأن دي بقى هتبقى الخطوط العريضة اللي المفروض تتحرك من خلالها في أدائك في حياتك كإنستراكتور. أول حاجة موضوع Learner Centered Training. كلمة Learner Centered Training أو Learner Centered Education بشكل عام كلمة كبيرة قوي وفيها كلام كتير جميل جدا ومفيد جدا في حياتنا، لكن أنا هاخد منه حتة صغيرة قوي، وهي أن أنت دايما في بالك الطالب بتاعك، دايما في بالك المتدرب بتاعك. دي خلاصة الليرنر سنتر تريننج، بمعنى هو هيستفيد ايه، هو هيطلع بايه، طب ده هيضيف له ايه، طب ده هيعلمه ايه عن الاخطاء اللي هو كان بيقع فيها، طب هو دايما في بالك الليرنر بتاعك. في الكلاس روم، الاصل في الكلاس روم طالب مش الانستراكتور، الاصل في الكلاس روم اللي هتوصل له المعلومه. دايما خلي ده في بالك، كل الديزاين بتاع الكورس بتاعك، كل الديفلوبمنت اللي انت بتعمله في بالك مين؟ في بالك اللي قاعد يسمع، مش اللي بيقول. اللي بيقول مهم، اللي هو انت، اللي بيقول مهم، لكن هو اهميته تيجي في الدرجه الثانيه بعد الليرنر. تاني، learner center training is a big issue، موضوع مهم، هتلاقي فيه حاجات كتير، ناس كتير بتتكلم، هتلاقي مقالات كتير، هتلاقي فيديوهات كتير، واسمع وتعلم آرائهم وأفكارهم. هتلاقي ان احنا كتير من اللي احنا كنا بنتكلم فيه هو بيدور في فلك learner center training، وخلاصته اهتم بالطلب. بعد كده لازم انت تحط في اعتبارك المسؤولية اللي عليك كأستاذ أو كمدرب أو كمعلم. المسؤولية دي هي مسؤولية القيادة. أنت حطيت نفسك في المكان ده، أنت اخترت أن أنت تعلم الناس حاجة، أنت اخترت أن أنت تقول للناس حاجات وتقول لهم ده صح وده غلط، أو ده حسن وده أحسن. يبقى دي مسؤولية، المسؤولية دي خليها في اعتبارك دايما. لسه كنا نتكلم في الفيديو اللي فات على الناس بعد سنين هتفتكرك بإيه. هو ده اللي انت بتحطه في اعتبارك النهاردة، ان انت بتقودهم في اتجاه اللي انت شايفه صح. مفيش حد فينا صح في 100%، لا اللي انا بقوله صح 100% ولا اللي انت هتقوله صح 100%، لكن طول ما انت بتقول حاجة للناس، طول ما انت عايز توصل الناس معلومة، يبقى دايما بتحط في اعتبارك ايه؟ بتحط في اعتبارك ان انت بتختار احسن ما عندك واصح ما عندك وتقول لهم عليه، عشان انت بتخلق لهم طريق هيمشوا عليه، بتخلق لهم أهداف هيتوجهوا ناحيتها. علشان كده لازم تعتبر ده مسؤولية برضو في رقبتك، لازم تحافظ عليها، ولازم تعمل قدر وسعك ان انت تديها حقها وتدي الناس دي حقها. يجي بعد كده برضو موضوع مهم، وهو ان انت لو بتشتغل في مؤسسة، مؤسسة دي في الأصل مؤسسة تعليمية، مدرسة أو جامعة أو غيره، ولا مؤسسة إنتاجية، شركة، مصنع أو مكان، وإنت شغلك فيها أو جزء من شغلك فيها التدريب، لازم تهتم بأن تخلق جوه المؤسسة دي على قدر استطاعتك أن كل الناس عاوزة تتعلم، ان دايما احنا محتاجين ننمي نفسنا من خلال ان احنا نتعلم حاجة جديدة، ان احنا نتبادل المعلومات، ان احنا مهما كان اي واحد فينا عنده معلومة غيره محتاجها يديها له، نعمل محاضرات صغيرة، نعمل سيمينارات، نعمل كورسات طويلة، نبتدي نشوف الاماكن اللي برا ممكن نستفيد من خبراتها والمعلومات اللي عندها، ونبتدي نبعت ناس تتعلم عندهم وما إلى ذلك. دي كلها أفكار الناس بتنساها في زحمة الشغل. أنت حط ده واحد من مسؤولياتك، أن أنت دايما تنبه الناس وتفكرهم لأهمية الكلام ده. مش بتخانق، مش أنت مش محتاج أن أنت تقعد تكسر في الصخر، لكن دايما عيد وزيد، وكل ما تيجي فرصة اطرح
أهمية إن إحنا نتحول لليرنينج أورجانيزيشن. أكتر ناس بينسوا ده الحقيقة تفتكروا مين؟ المعلمين نفسهم، المؤسسات التعليمية، المدرسة والجامعة. أكتر ناس بينسوا الكلام ده لأن هم مشغولين في إن هم يعلموا اللي بيعرفوه، بينسوا إن هم يتعلموا. فلا، دايما فكر اللي حواليك في أي مؤسسة أنت بتتعلم فيها إن أنت محتاج تتعلم جديد، إن أنت محتاج تنمي إمكانياتك وتنمي معلوماتك وتنمي قدراتك بشكل مستمر. اللي بيقف يتعلم بيوقف عن التعليم بيموت، اللي بيقف عن التعليم بيموت. افضل اتعلم لغاية ما تموت علشان ما تموتش من غير ما تتعلم حاجة جديدة. بعد كده بتيجي مسؤوليتك برضو في ان انت تنمي قدرات الناس اللي حواليك. انت محتاج تشوف التيم بتاع الناس اللي عايزة تتدرب، اللي عايزة تدرب، اللي عايزة تقوم بعملية التدريب. انت لوحدك في الغالب لا، حتى لو كنت انت المسؤول الوحيد عن عملية التدريب، ففي ناس تانية حواليك عايزة او عندها حاجة ممكن تديها، عايزة حد بس يقول لها تعمل ايه علشان تدرب. وبعدين في ناس مدربين تانيين خبراتهم اقل من خبراتك، وبعضهم خبراتهم اكتر من خبراتك. اتعلم منهم، بس انت عندك حاجة تقولها لهم برضو. اتعلم، دايما نخلق ده، دايما نخلي ده في بالنا ان احنا كلنا عندنا حاجة ممكن غيرنا يتعلم منها، واحنا كلنا محتاجين نتعلم من اللي حوالينا. خلي ده دايما في بالك وحطه كجزء اساسي في تطوير امكانيات الناس اللي عايزة تدرب. اديهم خبراتك. انا واقف هنا بقول لك خبراتي بالصح بالغلط اللي فيها، صح والغلط. انا طبعا مش بقول لك على حاجة وانا عارف انها غلط، لكن انا خبراتي دي قد يكون فيها استنتاجات من عندي بيها اخطائها، لكن وماله، ما تبخلش عن الناس بالكلام ده. الناس محتاجاه، بنقوله لهم، وبعدين المستمع بيسمع ويفلتر يشوف ايه اللي يتناسب معاه وايه اللي ما يتناسبش معاه، لكن اذا ما سمعش مش هيستفيد. دايما حط في بالك ان مهما انت كنت كويس ممكن تبقى احسن. هو ده قلب فكرة الكونتينيوس امبروفمنت. انت في حد ذاتك مؤسسة تعليمية، انت كمؤسسة تعليمية محتاج دايما تطور من نفسك. انت جواك كل مقومات المؤسسة التعليمية، في جزء منها قوي وجزء منها ضعيف. دايما نمي امكانياتك، خلي دايما القوي عندك اقوى، والضعيف نميه وحسنه، او نمي حاجات تانية تعوض الضعيف اللي عندك لو مش قادر ان انت تحسنه. مش كل حاجة في حياتك، مش كل حاجة ضعيفة عندك هتقدر تخليها احسن، ده اكيد. اللي يقول غير كده ما تصدقوش قوي. لكن دايما انت عندك امكانيات قوية. الامكانيات القوية دي ممكن لو بقت اقوى تغطي على الضعيف اللي عندك، وتغطي مش بمعنى الغش، وانما بمعنى ان انت بتدي حاجة تعوض ده. يبقى استخدمت نقطة قوة عشان تعوض نقطة ضعف، طالما مش قادر تحسن نقطة الضعف. خلاص، خلي دايما ده في بالك. دايما دور على الفيدباك، فيدباك من الترينيز، فيدباك من الزملاء، فيدباك من اي حد تقدر تتكلم معاه وتسمع منه رأيه في ايه اللي ممكن تبقى فيه احسن. مش كل، زي ما قلنا، مش كل رأي الناس اللي حواليك هيبقى مفيد، لكن اكيد هتلاقي حاجة مفيدة من حين لاخر. طيب، ده الحقيقة يوصلنا لآخر اللي كنا عاوزين نقوله في تحت التايتل بتاعة Strategies to Attain Excellence. في الفيديو الجاي بقى هنبتدي نقول شوية نصايح، وده هيبقى آخر مجموعة فيديوهات في الكورس بتاعنا. هنحاول ندي مجموعة نصايح عن ازاي تنمي الكارير بتاعك وتطور الكارير بتاعك كمدرب محترف، ايه الحاجات اللي محتاج تهتم بيها، وما هو إلا تجميع على اللي فات. تلاقي في كلام قلناه قبل كده وحاجات هنحاول نعمل عليها ستريس انت، ودي في الاخر دي نصايح انا اللي بقولها لك. اكيد فيها حاجات ناقصه، واكيد فيها حاجات مش هتتناسب معاك. حط ده دايما في بالك. دور على غيري تسمع منه، دور على ناس تانية تتعلم منها، علشان مصدر واحد للمعرفه لا يمكن انه يكون كفايه. اشوفكم معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نتكلم على الديفلوبمنت بتاع الانستراكتور كارير، وارجو ان انتوا تكونوا ما زلتوا بتستفيدوا، وارجو ان انتوا تستفيدوا في اللي جاي ان شاء الله.